إلا لسبب. إيتي بمثال مناسب لكل سبب من الأسباب التالية. رجال. أنت تكون مكسورة قلب على شي كلمة. رجال. شي صورة حافظها تقراها باش كاع ما تلفش. شي صورة حافظها. بالمناسبة الصور القرآنية خصكم تحفظوها. اللي حافظ دوك الصور القرآنية من الأولى إعدادية سنة الثانية بكالوريا يقدر يضمن هاد النقاط. غادي نشوفو في الأسئلة الموالية راه كيتعطاكم تكتبوا من إلى من هادوك الصور. إذا هذيك الصورة إلا حفظتها أو حفظت شي صورة أخرى غير نبدا نقراها ونرد معاها البال تتبان لي شي كلمة، حيت إلا بغيت إلا بقيت غير كنفكر ربما تبان لي حتى كلمة. بالنسبة للصور اللي عندنا في السلك الإعدادي والتأهيلي كاينين فيها في المدينة التربية الإسلامية. بالظبط. مفتشين. ولكن ماشي مشكل درك تصحيح الفتحة. إذا أتمم كتابة الآيات القرآنية التالية سورة الحجرات ونعرف بعد هذه الصور كل سنة أش من صور مقررة فيه. الأولى إعدادي الحجرات وقاف، الثانية إعدادي النجم ولقمان، والثالثة إعدادي الحشر والحديد. جيد عن المشترك الكاهن ولا بكالوريا يوسف، والثانية بكالوريا ياسين. نعرف هذه لأن غتلقاو فيهم أسئلة لا في يناير ولا في دو جنفير، راه فيهم أسئلة دائما كيتعطاو هاد الصور. شي حاجة بسيطة ما نضيعش عليها النقط، نضبطهم شحال 9 ديال الصور كل وحدة نعرف المستوى فين كاين. ولا تقول أن يشيل الكهف ميز فيما يلي بين ما يعتبر ضابطا شرعيا. هما بداو كيسخروا معاكم شوية ضابطا شرعيا في التعامل مع النص الشرعي وما لا يعتبر كذلك بوضع علامة فيه في الخانة مناسبة من ضوابط التعامل مع النص الشرعي. التسليم المطلق لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ضابط شرعي. عدم معارضة النص بالعقل. ضابط شرعي. تأكد من ثبوت النص. ضابط شرعي. الاستدلال والاستنباط في ضوء أصول المذهب ليس ضابطا شرعيا. للتعامل مع النص الشرعي، شوف هذه الأسئلة في التعامل مع النص الشرعي دائما آليات أو قواعد فهم القرآن والسنة دائما كيتعطاو. التعامل مع النص الشرعي القرآن والسنة ضوابط محددة من بينها التمييز بين مقامات الخطاب. بين المراد من هذا الضابط مقامات الخطاب، عنده بسمية أخرى أو سميات أخرى في أصول الفقه. دلالات مقامات الخطاب يعني على أي وجه يكون الخطاب. قد يكون على وجه العام ولا الخاص ولا ظاهر ولا خفي ولا هذو الدلالات. نعم اهتم العلماء بصحة الحديث اهتم العلماء ثم المنقطع ايضا. اذا كاين بزاف ديال الانواع ندير منهم اذكر فائدتين من فوائد معرفه اسباب النزول. كاين بزاف ديال الفوائد ندير جوج. اتمم كتابه الحديثين الاتيين من لم يدع قول الزور والعمل به. إلا اطلعت كما قال لكم الأستاذ قبيلة إلا اطلعت على المقرر راح غتلقى هذا الحديث مثلا في فقه العبادات في الجد على المشترك. يعني إلا عندي شوية الوقت نطالع واحد الإطلالة سريعة على المقررات نقدر نسترجع مجموعة من الأحاديث اللي هي حافظها. حنا دابا راه حافظين هذه الأحاديث ولكن حيت ما ربما مدة ما شفناهاش ولا ما سمعناش كتنسى علينا. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. استخرج قيمتين اثنتين من كل آية قرآنية واردة في الجدول الأسفل. قلنا بأن من الأمور اللي كنخدموا عليها في التقويم استخلاص
القيم. فكذلك في المباراة، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. شنو هو القيم اللي كاينه؟ الأمن، الإيمان، نعم الإيمان. بعدا يا الذين آمنوا كاين الإيمان، اجتناب، نعم الإيمان و أمان. لا قيمة غالبا كتكون في كلمة، الصورة في كلمة، يعني الأكل من الطيبات. شنو القيمة؟ تحري الحلال ولا ممكن تحري الحلال ممكن هكا. المهم ممكن نعبر عليها. الهدف هو ندير جوج قيم من القيم الإسلامية، يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، التقوى والإيمان. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، التزكية والطهارة. يا الذين آمنوا إذا تدينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوا ليكتب بينكم بالعدل. بالعدل. وكاين الإيمان وكاين التوثيق. املا الجدول الاتي بما يناسب. هادشي داخل في مقاصد الشريعه واصول الفقه. الحرج مرفوع، ستندير المصدر الشرعي، يعني شي نص. ما جاء على عليكم في الدين من الحرج. مثال مناسب، شي مثال. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. القاعده مثال، ندير شي مثال. يتحمل الضرر الخاص او يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. لا ضرر ولا ضرار. ندير شي مثال. وضعيه في الارث مزيان. هذه المساله ديال الارث اللي ما عندوش مع الارث غير يخليه يسمح نازل على ديك النقطه جوج النقط، لان راه ما غاديش تدرك الارث في عشريه تامنا. وكتعطى مسألة، ماشي أسئلة نظرية، كتعطى مسألة معقدة. يحيدو ما بقاش في التدبر. إيوا واخا حيدو. حيدو. فيها بزاف ديال الحوايج هنا، فيها بزاف. إذا لا داعية لها، ماشي شي حاجة اللي كيهمنا هو شي حاجة اللي نستافدو. شوف الكتب. أنا كمتخصص في الدراسات الإسلامية، خريج ديال الشريعة ولا الدراسات، خصني نكون عارف أمهات الكتب والآباء ديالهم. يعني الكتب الكبيرة في كل تخصص نعرفها. ما يمكنش واحد يعني غيكون استاذ ديال التربية الإسلامية ما عارفش التحرير والتنوير ديال من، ولا ما عارفش مثلا الموافقات ديال من. غالبا كيتعطاو كتب اللي هي معروفة قليل. فاش كيتعطى شي كتاب ما معروفش، كتاب الشفاء للقاضي عياض، هذا مغربي عارف المجال ديالو، إذا ندير السيرة. أضواء البيان، تفسير البحور الزاخرة في علوم الآخرة. العقيدة. العلوم شوية نبدأ نقصي. هذوك التقنيات اللي قلت لكم نبدأ نقصي، نبدأ نرجع في الحديث. ما غاديش يكون ديال الحديث، إذا نحيد الحديث. تفسير علوم الآخرة، إذا نحيد التفسير. السيرة النبوية، حيد السيرة النبوية. الأصول، حيد الأصول. كيبقى لي العقيدة هي المرجحة. علوم الآخرة. ضع علامة في الخانات المناسبة مما يلي. هذا صعيب شوية. صفات واجبة، صفات معنوية، صفات المعاني. إن لله 20 صفتان فيها سبعة ديال ديال الواجبة، وسبعة ديال المعنوية، وستة ديال المعنية. ولا العكس، سبعة ستة. هادو الفرق بيناتهم شنو هو؟ المعنوية والمعاني. غير في الصيغة. تفضل سي صديق. صفة المعاني اللي تنقولها مثلا تتعني العلم، هذه صفة من صفات المعاني. معاني، نعم. نقول مثلا الله عالم. عالم معنوية. نعم. إذا هنا العالم
معنوية العلم السمع السميع وهكذا. نعم كيفاش؟ هل واجب القدام؟ يجب لله وجود القدام كذا البقاء وغنى له الأربعة مخلوقه للتشريع.